السلام عليكم ورحمة الله. بون اليوم جبت لكم واحد العفسة طريقة للناس اللي ما يقدرش تقطع الأضحية. اللي يقول لكم أنا نقدرش نقطع الأضحية وأني مريض وأني كبرت وما نقدرش نقطعها بويسك ما تعلمتش كيفاه ومانيش قادر نتعلم. كاين حل سهل ماهل باش تقطع الأضحية نتاعك، تبعني برك. بون الحاجة الأولى لازمك تكون في الكوشي تصلي كما راكم تشوفوا فيا كوشي تصلي. الحاجة الدوزيام لازم يكون عندك عباس، جيب عباس يتنحالك وجع الراس.